الفيفا في حرج كبير. الجزائر تحول افتتاح الشان إلى منصة لإعلان الحرب على المغرب خلاف منال بن شليخة وشقيقها يشعل مواقع السوشيال ميديا. هشام العلوي يحصل على قميص سفيان مرابط. محاكمة صحفيين فرنسيين بتهمة ابتزاز ملك المغرب مقابل عدم نشر معلومات محرجة. في موقف خطير يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام امتحان عسير، أقدمت السلطات على تحويل حفل افتتاح بطولة الشان إلى منصة لإعلان الحرب على المغرب من خلال منح الكلمة لسياسي من جنوب إفريقيا معروف بعدائه للمملكة. ويتعلق الأمر بزولي فوليل مانديلا الذي أخذ الكلمة بمباركة من السلطات الجزائرية ليدعو إلى الحرب على المغرب قائلا: دعونا نحارب لنحرر الصحراء الغربية من القمع. هذا الموقف وغيره من المواقف على رأسها منع المنتخب المغربي من المشاركة يجعل هذه البطولة تجري وفق ترتيبات سياسية خاصة تؤكد تحكم النظام العسكري في كل صغيرة وكبيرة، ما يجعل الفيفا مطالبة بالتدخل من أجل إنهاء الاستغلال السياسي الأحداث الرياضية. طغت الخلافات العائلية للفنانة منال بن شليخة على السطح خلال الساعات الماضية بعدما أشعلت تعليقاتها الخاصة بزواج شقيقها عددا من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام منال بن شليخة بنفي خبر زواج شقيقها يحيى من يوتيوبرز تدعى جاسمين شهزادة، وذلك في تعليق على استفسار إحدى متابعات صفحتها، الأمر الذي دفع زوجة شقيقها إلى الرد عليها عبر ستوري جاء فيها: حسبي الله ونعم الوكيل ربي كبير، قبل أن تعمد على حذف هذا المنشور. بالمقابل عمد يحيى بن شليخة على الرد على شقيقته من خلال نشر صورة رفقة اليوتيوبر جاسمين ووالدته أرفقها بتعليق جاء فيها: عائلة للأبد، وأتبعها بقلب أحمر وبتعليق جاء فيها: الحق لا يقاوم سلطانا. يذكر أن منال بن شليخة وشقيقها يحيى قد ألغيا متابعة بعضهما البعض عبر تطبيق الإنستغرام، الأمر الذي يؤكد وجود خلافات بين الشقيقين ربما بسبب علاقته باليوتيوبرز جاسمين التي تحظى بتعاطف كبير من قبل المتابعين بسبب معاناتها جراء وفاة زوجها السابق في حادث سير. من جهة أخرى، أعلنت قبل يومين الفنانة منال بن شليخة حصولها على تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية بعد تدخل وزارة الثقافة المغربية، وذلك عقب إعلان رفض السفارة الفرنسية منحها رفقة زوجها التأشيرة، وذلك بدعوى عدم توفرهما على ضمانات مالية كافية تسمح لهما بالإقامة بفرنسا. واختارت منال بن شليخة خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام من أجل إبلاغ متابعيها بهذا المستجد وتقديم شكرها لوزارة الثقافة على تدخلها من أجل حل المشكل وحصولها وزوجها على تأشيرتي السفر، مشيرة إلى وقوع خطأ ربما بملفها. وأوضحت الفنانة الشابة إقدام السفارة الفرنسية على الاعتذار لها ولزوجها، كما تمنت في ختام تدوينتها أن يتم حل جميع المشاكل من أجل تمكن جميع المغاربة من الحصول على تأشيرة لدخول فضاء تشينغن. على الصعيد الفني، يشار إلى أن منال بن شليخة قد شاركت في أداء الأغنية الرسمية الثالثة لكأس العالم قطر 2022 Light the Sky التي أصدرتها الفيفا قبل انطلاق العرس الكروي العالمي، وهو العمل الذي جمعها بكل من الفنانة نورة فتحي وبلقيس فتحي ورحمة رياض. التقى الأمير مولاي هشام العلوي ابن الملك محمد السادس بلاعب المنتخب الوطني وفيورنتينا الإيطالي سفيان المرابط، وقال في منشور على صفحته الفيسبوكية: أنا فخور كمغربي بلاعبين مغاربة من وزن سفيان المرابط وزملائه بالمنتخب المغربي الذي شرف المغرب والمغاربة في إقصائيات كأس العالم بقطر. وأضاف: بعد يومين من العمل الأكاديمي المكثف في فلورنسا، قمت لاحقا بنشاط من نوع آخر ولكنه مهم بنفس القدر، وهو مشاهدة محترفي كرة القدم والتعلم منهم. لقد زرت يومه الثلاثاء الماضي فريق فيورنتينا وشاهدت تدريباتهم. شكرا جزيلا للمدير الرياضي دانييل برادي، شكرا للفريق بأكمله الذي سمح لي بحضور تدريبه. وفي الأخير،
تقدم هشام العلوي بالشكر الخاص للاعب سفيان المرابط الذي وقع له على قميص الفريق، مضيفا أنها مناسبة لإخباره بمدى افتخاره كمغربي بأدائه الرائع وكذلك زملائه في المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، متمنيا له بالتوفيق في مسيرته الكروية وأن يرفع علم المغرب عاليا. يمثل صحفيان فرنسيان أمام المحكمة في باريس الاثنين المقبل حول ابتزاز مليوني يورو عام 2015 مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط. وتعود القضية إلى صيف 2015 الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات سرية ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود. وكان الصحفيان إيريك لوران البالغ من العمر 75 عاما وكاثرين غراسي البالغ من العمر 48 عاما نشر عام 2012 كتابا عن الملك محمد السادس منع في المغرب. وفي 2015 وقع عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية لوسوي لإعداد كتاب عن الموضوع نفسها. في 23 من يوليو 2015 تواصل إيريك لوران مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معها، ونظم الموعد في 11 من أغسطس مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصيري في حانة في قصر باريسي. خلال اللقاء أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016 وقال إن فيه معلومات قد تكون محرجة للرباط، لكن الروايات عما تلا ذلك تختلف، إذ يقول الصحفي إن ناصيري عرض عليه اتفاقا ماليا من أجل عدم نشر الكتاب. أما المملكة التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة هو وزير العدل الفرنسي الحالي إيريك ديبون موريتي، فأكد أن العرض المالي طرحه الصحفي الذي طلب بثلاثة ملايين يورو. عقب هذا اللقاء الأول قدم المغرب شكوى في باريس وفتح تحقيق على الفور. وفي اللقاء اللاحق وقع على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما وفق تقارير، ووقف وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما. وكانت التسجيلات التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحفيين غير قانونية في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق، ورفضت محكمة الاستئناف الطعن في نوفمبر 2017. في البداية اتهم الصحفيان بالابتزاز، ثم استفاد من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة 6 أعوام. لوران مراسل سابق في راديو فرانس ولوفيغارو وماجازين وفرانس كولتور، وله العديد من الكتب أحدها مثير للجدل ويتناول أحداث 11 من سبتمبر 2011. أما غراسي فعملت في المغرب ونشرت كتبا عن المغرب وليبيا، وأثناء التحقيق اعترف بقبولهما بعقد للتخلي عن الكتاب الذي كانت عواقبه الجيوسياسية تقلقهما، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز. ونقلت فرانس بريس عن إيريك موتي محامي الدفاع عن غراسي إن موكلته لم تمارس أي نوع من الابتزاز في هذه القضية، وتعتبر أنها وقعت ضحية فخ. كذلك قال سيرج بورتيلي محامي الدفاع عن لوران إن المدعى عليهما وقع في فخ نصبته الاستخبارات المغربية. وأشارت فرانس بريس إلى أن محامي المملكة المغربية أنطوان في امتنع عن الإدلاء بأي تصريح، ويواجه المتهمان عقوبة السجن بخمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.